مصطفى قال قالوا شيخ ربيع قال مزمل وأبو بكر الشباب ديل شيعة. جزاك الله خيرا شيخ ربيع، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. والله قال شيخ ربيع قال كذب. قالوا الشيخ ربيع طلع فتوى في العصبجي وعديم الآداب، قال دير شيعة. الحمد لله طلع ربيع، شكرا جزيلا يا شيخ ربيع، حفظك الله، بارك الله فيك أكثر من ذلك. طلعوك شيعي، تبا لك ولأمثالك. هذه كذبة صلعاء. ده بيقول العصبجية قالوا بأن الشيخ ربيع لم يقل أنهم شيعة كما قلت، قال ترى كذب والله قال. وشيخ ربيع الآن في آخر جلسة في رمضان ده الفات ده مشوا ليه والدناير وشيخ مزمل وشهاب، ونحن كنا في المدينة هناك. بعد ذاك لما جو راجعين من ضمن الأشياء ذكروها، قال مزمل قال والدناير ذكر الكلام ده برضو، إنه قال له يا شيخ في بعض الناس قالوا أنت قلت مزمل رجل سوء، رجل سوء. قال أنا ما قلت هذا الكلام. قام واحد قال لي يا شيخ في بعض الناس قالوا أنت قلت. قام قال يا عبد الواحد، ذا الواحد المدخلي ده معاه يعني دائما بلازم الشيخ ربيع، قال هل أنا قلت هذا الكلام؟ يكذبون علي يا ابني، يكذبون علي. والآن إذا أردت تراجع الآن أنا أسجل لكم تراجع. قال له جزاك الله خير يا شيخ، جزاك الله خير، يعني إذا أنا قلت هذا الكلام أسجل لكم تراجعا، أنا ما قلت هذا الكلام. رجل سوء قال لي شنو؟ يقول شيعة، شيعة عديل. وأخونا أبو بكر يتصل بمحمد ابن هادي ابن ربيع، محمد ابن ربيع الشيخ، محمد ابن الشيخ ربيع المدخلي، ويمشي هناك ويلاقيه ويدخله على الشيخ ويجلسوا. ومزمل مش ليه وقبليه في رمضان ده نفسه قبليه بأيام مشى ليه، وبعد الصلاة مشى ليه وجلس معاه وذكر ليه الدعوة في السودان وما السودان. حتى الشيخ ربيع ذكر ليه جيته الجفية شنو للقضارف. فده من الكذب، ما قال شيعة. وعلاقة الشيعة بناس مزمل شنو؟ هاسي الأقرب للشيعة منه؟ ده اللي بينبذ الصحابة ولا ده اللي بينبذ الصحابة؟ أنا ما قلنا أنت شيعي عشان ما تأخذ الكلام صحيح، لكن الأقرب للشيعة منه؟ طيب